بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه هداه الله من الضلالة ونجاه من سوء الحساب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة المؤمنون، ومع أن نعيش في رحاب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي نستمع إليه ظهر العين، ونستمع إليه إن شاء الله في قرآن الجمعة القادم على القناة السارية بالتلفزيون المصري بالقاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن
يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له أَكُمُ الحق
قوم ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وما أنا عليكم بوكيل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما واتبع ما يوحى إليك واصبر 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 حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف خبير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر 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 حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
يغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا يا إخوة المؤمنون عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي الذي استمعنا إليه جهر العين وسوف نستمع إليه في قرآن الجمعة القادم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. ونقلناها لكم الهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة حسن الجمل المقيم بطارون، الهندسة الإذاعية إدارة محمد عبد الوهاب المقيم ببيشة قايد. قام بتصوير هذه الليلة عمدة المصورين ناصر صلاح المقيم بالزقازيق. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة محمد السني والد أحمد المقيم بطارون.
يا سادة ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان، وإلى أن نلقاكم بعد صلاة العشاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.